مولاتي وردة السلطانات، العرباية اللي رح تاخدك لعند السلطانة خديجة صارت جاهزة وهي عم تستناكي. وانت بدك تجي معي وئام؟ أمر جلالتكم مطاع يا سلطانة. بدنا نروح على قصر الصيد، دلوا على الطريق. مو على أساس لعند السلطانة. سكوت! عم بقلك بدنا نروح لهونيك. لازم نستعجل أكثر، خليهم يستعجلوا. سلطانة هالمشوار بلا، والله بيموتوني إذا حدا عرف. بدي أعرف بس شغلة واحدة، أنتوا قتلتوه؟ شو بيهمك أنتي؟ أنا أسيرة عندكم، اتركوا خطيبي. قلتلك قبل هلأ عم تستني من واحد بربري كتير، مو هيك أنا بنظرك؟ أنا أخذت قرار ورح أنهي كل الأمور.